ليا ما عندي ما نقول لكم قلت يدي الله، ولكن شي وحدين كيعايروا هادشي اللي بغيت نقول لكم. ايوا صوت الال شي وحدين كيعايروا ما عندهم حتى شي علاقه بداك الموضوع ديال الرزق. هذوك الناس شراوهم او شراوهم شي خنازير دبروا عليهم ولاو كيديروا فيديوهات ويعايروا، هذا هو المشكل. فانتين اما هذوك الاخرين اللي يعايروا بالصح واللي كيبغيو رزقي بالصح، فانا كنقول لهم من هذا المنبر سمحوا لي وكنعتذر مباشره مع خصوصا هذه الميلودي كيعتذر من عندك الناس وكنعتذر من خونا رزقي لانني اعتذرت ليه مباشره. وهانيه ومسكين وما وكا وبدا كيضحك وما ما داكشي ديال الله، هذا هو الواقع. وانتم دابا الا غلطت انا في حقكم، ولكن انا داك الناس اللي كيعايروا بدون سبب هذوك اللي مشريين واش باقي شي واحد كيتشرى بحال دابا ديك المره، ديك المره اللي اللي اللي, اللي كان هي البنت حداها هذيك الخيتي مشريه، هذاك شاريها واحد الخنزير اللي هو معروف هو فنان فانتيني كيقول لكم العند زليب وفانتيني هو وشاري كيشاري عباد الله. لانه وصلتني للطنقنيقه بان ذاك السيد هذاك السيد باش عيرني انا هو واحد خينا عاوتاني في الطاليان حتى هو مشري فهمتيني، حداك خينا دبر عليهم باش يعايروني انا فهمتيني. انا هادو ما عندهم حتى علاقه مع خونا رزق، هذا هو الواقع. اما هادوك اللي عندهم العلاقه مع رزق غير انا دائما كنطلب منهم المسامحه كلشي ديال الله. لا لا مالي مدي خويا الله يحفظك الله يحفظك العالم. انا بغيت نعرف علاش هاد 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 اللي كيقولوا هاد العند الزليب هذا كيمشي عند هاد عباد الله وكيشري هاد الناس هادو، علاش زعما شنو زعما بغيت تحطمني انا؟ بالعكس هادي اللي عنده فاز زوينين، هادي راه بين شتيهم كيزبوا راه طلع عليهم الدم عليا انا بصح راه بصح. انا بعض المرات كنبقى نهضر كنبقى نهضر كنبقى نخرف كنبقى ما كنعرف ما كنقول فهمتيني. هذا هو الواقع. انا في لافود ديالي اخوتي لافود ديالي، انا حيوان لافود ديالي بصح. ولكن هادوك اللي مشريين علاش كيتشراو؟ باقي الرجال كيتشراو دابا واش باقي شي واحد كيتشرا؟ هذا راه قال لك اسيدي فنان، اسيدي قال لك راه فنان ومسمي راسو العند زليب وانا كنعرفو هذاك الخنزير، انا كنعرفو مزيان داك الحلوف كنعرفو انا مزيان كنعرفو كيبغي ماشي غير معايا مع العالم، ما شحال واحد باغي يدير معاه الصداع هذاك ما بوحدو. هذا هو الواقع اقسم بالله. المهم انا زيكم معاكم هذا الجديد كلشي الجديد، بس غادي انا هادشي كامل غير باش نوصل لي فانز ديالي والناس اللي طالعهم اللي طالع لهم الدم على هذه الميلودي. كنعاود نقولها لكم راه هذوك الناس اللي كيعايروني بالصح على ولد خونا رزقي راه من حقهم، من حقكم تقولوا لي اللي بغيتوا عايروا كما تشاءون، لانني انا السائل وانا اللي درتها بيدي وانا اللي ما عرفتش نهضر بصح. هذا هضرة كاينة ومعقولة، أنا عاقل على راسي بأنني أنا قلت هضرة ما خصنيش نقولها أبدا، وبالأخص على داك السيد الله يحفظه هضر. وأنا كنقول لكم دائما الله يحفظه هضر، ولكن أنا زهقات وهضرت وبقيت عا كنخرف يعني بقيت عا كنهضر وصافي. يعني من هذا المنبر كنقول لي فانز ديال رزقي وديال الميلودي يسمحوا لي ويسمحوا لي بزاف، لانني انا ما عرفتش نهضر وغير هذا كلامي عفوي. يعني انا هضرت وبديت غير كنخرج غير كنخربق، هذا هو الواقع. وسمحوا لي بزاف، ولكن هذوك الناس اللي كيتشراو باش يهضروا ويعايروني صافي. عا كتشراو كيبان لكم تعايروني انا، نتوما تشريتوا بالاموال الطائله ودبر عليكم. كاين خيتي مخلص لي الكرا 4 شهور ديال الكرا باش فهمتيني باش تقول لهم دير، وكتعير لي مرتي ومرتك كدير ومرتك. وبعدا انت اللي كتعنتي راه هذيك عامره بعدك هذيك بعدا كون وقفات عندك كانت غتعذبك الحياه ديالك نورمال. ولكن ما غيروا لان هذا السيد اللي كتهضروا عليه الحمد لله راني هو هذاك، راه ما محتاج لحتى شي واحد، راني مزيان بالحياه ديالي بخير. انا باش تعيروني انا بداك الشيء باش غير بانكم انتم مشريين راه حرام عليكم، هذا هو الواقع. الموت عليكم كلشي ديال الله. المهم انا غادي كنفرش انا نوضح لكم هادشي مزيان.